أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط العاشر للتكرير والبتروكيماويات بتروتك 2016 الذي عقد بفندق ريت كارلتون تحت شعار معا من أجل التميز في الصناعة والحكومة والتعليم. معا من أجل التميز في الصناعة والحكومة والتعليم هو الشعار الذي حمله مؤتمر الشرق الأوسط العاشر للتكرير والبتروكيماويات بتروتك 2016 لمواكبة ما تحقق من نجاح في قطاع البتروكيماويات الهام في المنطقة. وقد أناب سمو رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لافتتاح هذا المؤتمر الهام الذي تحضره العديد من الشركات العالمية والخليجية والذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. نلتقي اليوم في معرض بتروتك لعام 2016 وهو معرض يقام كل سنتين، ونتشرف بأن يكون تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. ويأتي المعرض والمؤتمر هذا العام مع توقع لتوازن قطاع النفط، وهناك ارتفاع طفيف في الأسعار، والمتوقع مع حلول عام 2017 يرى سوق النفط انتعاش في زيادة أسعار النفط. وأشاد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بالجهود المبذولة التي قامت بها الشركات النفطية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز ريادة دول مجلس التعاون في مجال صناعة التكرير، مؤكدا على أنه ورغم الانخفاض في أسعار النفط الخام العالمية عن مستوياتها القياسية إلا أن قطاع التكرير قدم فرصة غير مسبوقة للتوسع وزيادة في الأرباح. وذكر معاليه أن مملكة البحرين تركز بشكل متزايد على قدرات قطاع التكرير والتي شكلت فيه استثماراتنا لأكثر من 60% من إجمالي عائدات التصدير في السنوات الأخيرة. في هذا التجمع نجد كثير من الشركات الخليجية تلتقي وهي في مجال التكرير والبتروكيماويات لتبادل الخبرات والنظرة للمستقبل وتبادل الآراء في مستقبل إنتاج التكرير والتقنيات المستخدمة. وقد عقدت الجلسة الافتتاحية التنفيذية العامة للمؤتمر تحت شعار التراجع الاقتصادي وتأثيره على صناعات النفط التحويلية. شارك فيها المهندس أمين الناصر الرئيس وكبير التنفيذيين الإداريين لشركة أرامكو السعودية والسيد نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والسيد لافان مارتن العضو المنتدب لمجموعة بوستن للاستثمارات. هذا وسيواصل المؤتمر أعماله بعقد مزيد من ورشات العمل بمشاركة شركات عالمية وخليجية في مجال البتروكيماويات لكي تعم الفائدة وتتشارك التجارب بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى في مجال البتروكيماويات. عامر العتوم لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.